يا حبيبي، ألف سلامة عليك. ده احنا ملناش غيرك. هو مش أنا قلت لك اصبر عليهم؟ ليه عملت كده؟ ده انت السقف اللي حامينا ومضلل علينا كلنا. ده أنا وعيالة الغلابة ملناش غير ربنا وأنت. ربنا يخليك لينا ويجعل يومي قبل يومك. إن كان على العيال سيبهم يفهموا، دول لسه صغيرين وهيتعودوا، بس طول بالك عليهم عشان خاطري. أنت اللي بتديني القوة، أنت اللي ساندني. تعمل في نفسك كده ليه بس؟ هتبقى كويس. أنا مستنيك، كلنا مستنيينك. ألف حمد لله على السلامة يا راجل، قلقتنا عليك. حمد لله على سلامتك، أنت بقيت زي الفل أهو. الله يسمعك يا عم. لا 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 لا، ما تتكلمش. إيه يا دودة؟ بتوغشنا عليك ولا إيه يا راجل؟ الحمد لله الدكتور طمنا وقال أنت ممكن تخرج معانا كمان شوية. طب صدق بالله ارجع أنت البيت وأنا والله العظيم تلاتة لأجوزك. آه يا أختي وأنا شاهد أول. أنا بس بنكوشه يعني أوريكوا أهو بقى زي الفل وآخر حلاوة، مع إني عارف اللي فيها. تعبناكم معانا قوي يا ليلى. ما تقوليش كده يا حبيبتي، الحمد لله على سلامته، شدي حيلك. بقول يا جماعة احنا كتير قوي عليه في الاوضه، بقول نستأذن احنا. الف حمد لله على السلامه. دلال خديهم وسيبيني لوحدي معاكم. حاضر يا دهب. حاضر اتفضلي. انا هنزل اجيب لك علبه سجاير عشان يا اختي. كده يا دودار كده تقع قدام عيني. ده انا ياما نصحتك كتير، كنت دايما اقول لك خلي بالك من صحتك، لكن انت ما سمعتش كلام واخترت تشيل الهم التقيل اللي انت فيه. فاكر يا ماما لما كنت تقولي لي هتخلف كتير يا دودار، الحمل عليك هيبقى كتير، وانا اقول لك يا ماما عشان يبقوا عزوه ويبقوا سند لبعض. العزوه كسرتني وقطمت الضهر، مفيش حد اللي كتر خيرك ولا اتغربت عشاني. كفايه كده يا تقدر، كفايه عشان صحتك. صحتي ما راحت يا بابا. لا ما راحتش ولا حاجة، إن شاء الله هترجع لك تاني. أنا مش هسيبك، أنا هقف جنبك زي ما طول عمري واقفة جنبك لغاية أما تخف وتقوم وترجع زي الحصان. مش مدير يا أمي، أنا بعد أمي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.